السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم. الجماعة اللي ما لحقتش على البارت 2 من حدث النوك تدمير فيردانسك، ديستركشن اوف فيردانسك، في الفيديو هذا راح نهضر لكم كلش واش كاين، واش داروا، واش كاين في كلش. كما راكم تشوفوا، اول حاجه بدا راكم تشوفوا فيها بعد الخلفيه راهي متغيرت وتبدلوها. كي تبدا تخير باش تدخل المباراه راح تجيك هاد التيبه 10 دقائق قبل تدمير فيردانسك. في الحدث هذا راح تلعب في ريباث ايلاند، وراح لازمك تهز واحد الباكيج. هذيك باكيج فيه في جهاز اطلاق الصاروخ، واخر واحد راح يبقى عنده هو اللي راح يفجر فيردانسك. The outbreak in Verdansk is reaching critical mass. We need to clear all enemies and gather valuable intel before it's overrun. أي واحد راح يكون هاز هذاك الجهاز راح تكون عليه علامة في الخريطة، والناس كل تحوس تقتلو، وأي ويبقى ينتقل هذاك الجهاز من واحد لواحد. حتى الاخر ثانية وبعدين راح تنفجر فيردانسك. الحدث كانت في اثارة كبيرة، و يعني خسارة الناس اللي ما لحقتش عليه. مي الصراحة كان حدث رائع رائع جدا، وكان متزامن مع الحدث الاول. مازال كان حدث غدا ان شاء الله. الناس اللي ما لحقتش، كان حدث غدا ان شاء الله، ان شاء الله تلحقوا عليه. وكما راكم تشوفوا في اخر ثواني راكم تشوفوا الانفجار كيف حدث. بعد هذا كامل راح تجينا سينيماتيك. السينيماتيك نخليكم تشوفوها. كما راكم تشوفوا في الاخير راهو قال لكم على بالكش واش راه واحد يزيد يجي. سما باب التساؤلات، راهي باب التكهن راهي مازال مفتوحه على مصراعيها، وكاين حوايج بزاف ممكن تجي.
المهم مع تخلص السينيماتيكا راح مباشرة يدخلونا للفيردانسك في عام 1984، راح تدخل مباشرة للخريطة وراح تبدأ تلعب مباراة مباشرة. يعني كانت جد رائعة التمهيد للدخول إلى الخريطة الجديدة اللي هي قديمة لفيردانسك القديمة. يعني السينيماتيك كيف داروها يعني تخليك صح عمل يعني ممتاز رائع جدا. كيما راك تشوفوا بعض التفاصيل راهي مازالت كيما النوك، كيما راكم تشوفوا منطقة النوك راهي موجودة من قبل، وكاين بعض الأمور راهي تغيرت في الخريطة. ومادام حنا نحكيو على الخريطة نحكيو على الجولاك. الجولاك الجديد كيما راكم تشوفوا فيه راه واو، حاجة مليحة بزاف راه مليح. انا كان يعجبني هذا الجولاك هذا الجديد افضل من الجولاك القديم بصراحة. انا عجبني الجولاك انا. وبعد ما تخلص المباراة سواء ربحت او خسرت راح تجيك دخول الى السيزون 3 وتجيك هذه السينيماتيك، خليكم ايضا تشوفوا. بعد نهاية السينيماتيك راح يجينا الايفنت تاع هانت فور هتلر. في هذا الحدث راح يعطيوك بعض المهمات، وهذه المهمات كي راح تكملهم يعطيوك مكافآت منها كولين كارت وشارمز. والريورد المكافأة يعني المكافأة المليحة خلاص هي هيعطيوك سكين لأدلر كما راكم تشوفوا. الى هنا وصلنا الى نهاية الفيديو اخوتي. ان شاء الله اللي فاتوا الايفنت هذا يلحق على الايفنت القادم. المهم اخوتي تهلاو في روحكم، بيس.